هتشوفوا فيديو جديد من فيديوهات القناة. في الفيديو ده بإذن الله هنتكلم فيه عن الاكسبلويتيشن الخاص بثغرة ايه؟ بثغرة الاكس اس اس. ليه هنتكلم عن الاكسبلويتيشن؟ علشان تعالى مثلا كده نفرض ان انت كنت بتعمل تيست على موقع، والموقع دوت مصرح ان هو تعمل عليه تيست وكل حاجة، ولكن مش عامل باج باونتي بروجرام. يعني ايه باج باونتي بروجرام؟ يعني مش عامل ان هو مثلا ايه، انا عندي ثغرة انا عايز حد يخش يكتشفها على احد المواقع مثلا، يعني مثلا هاكر ون هم عاملين باج باونتي بروجرام هناك، يعني حاطين كده وقت على هاكر ون، احنا شركة مثلا متخصصة في كذا، احنا عايزين حد يعمل علينا اختبارات اختراق. ماشي، هم مش عاملين كده، هم قايلين ممكن تفحصوا ولكن التواصل يكون معانا احنا على طول دايركت. فساعتها بقى انت تعمل ايه مثلا لما تيجي تجيب لهم بروف اوف كونسبت؟ ما هو ساعتها ممكن يكون اللي قدامك دوت عادي خالص انه يكون شخص مثلا مش متخصص او في السكيورتي، فساعتها يقول لك ايه، لا انا عايز بروف اوف كونسبت بقى اللي هو الهاكر بيستخدمه بقى، الهاكرز او الـ او البنتيشن تيسترز بيستخدموه، اللي هو ممكن بقى فعلا يؤدي بالمعلومات الشخصيه او انها يحصل فيها مثلا ضياع، او انها تتاخد من قبل ناس غير معنيين بان هم ياخدوها مثلا، زي مش انه يكونوا هم اليوزرز بتوعها الى اخره بقى. فانت هنا هتكون عايز تجيب لهم ايه، بروف اوف كونسبت. فدلوقتي في حاجتين ممكن انت تعملهم. اول حاجه ماشي، ان انت تخلي مثلا ان انت مثلا يكون عندك سيرفر. ماشي، تعال كده فلنفرض ان انت عندك سيرفر. تعال بس نخش الاول هنا على المتصفح بتاع الفايرفوكس عشان نبدا الشغل. طب احنا دلوقتي هنشتغل على ميتا سبلويتابل، ليه؟ هتعرف كمان شويه. 192 5 ماشي، دي في دبليو اي ادمن. تعالى كده فلنفرض دلوقتي ان انت عندك ويب سيرفر على النت، وليكن الويب سيرفر دوت اللي عندك مثلا الادرس بتاعه كام، 188 99 23 4 5 كده. ماشي، تعالى نفرض ان الويب سيرفر دوت شغال فعلا وبيقبل ريكوستات من مواقع خارجية، وكمان ممكن اي شخص يخش عليه على النت من الاخر، يعني ويب سيرفر بابليك، وانت معاك الاي بي بتاع الويب سيرفر ده، تعمل ايه بقى انت ساعتها؟ مثلا انت طبعا في الويب سيرفر، لو هو مثلا فلنفرض ان هو كان ويب سيرفر ديبيان، كان اوبونتو، يعني كان ويب سيرفر بتاع لينكس مثلا، تعمل ايه؟ انا هفرض ان الجهاز بتاعي اللي انا عليه ده ويب سيرفر، اللي هو التيرمينال دي ويب سيرفر، وده الموقع اللي انا بعمل عليه بنتريشن تيست. اعمل ايه انا بقى؟ اول حاجه اتاكد ان مفيش اي خدمه شغاله على البورت 80. ازاي؟ تعالى كده نقول ان انا قلت له سودو سيرفيس اباتشي تو ستارت. حلو حلو، انا ليه مش عايز اي خدمه تشتغل على البورت 80؟ لان انا هستقبل المعلومات على البورت 80، فمش عايز اي خدمه تكون شغاله عليه. سوى يفتح معايا بس خلاص. طيب دلوقتي فلنفترض ان السيرفر مثلا شغال اهوت، وعلى ايه، وعلى ال HTTP اللي هو البورت 80. يعني اعمل ايه مثلا عشان اشوف اذا كان شغال؟ لو انا مش عارف بقى اعمل ايه عشان اشوف اذا كان شغال ولا لا؟ لو انا قلت له sudo ls of dash i 80 هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك اي خدمة شغال على البورت 80. هنا مش جايب لي حاجة، فثانية نجرب تاني. طيب من غير sudo تمام، جايب لك ايه؟ جايب لك ان في فعلا خدمة شغالة على البورت 80. بس خلينا نقفل ده عشان بس هو يحصل له كونفيوز كده. خلينا نقفل ده ونقول له هنا دلوقتي ما عادش شغال عشان قفلنا الفايرفوكس. ودلوقتي هتلاقي جايب لك ايه؟ جايب لك ان الاباتشي 2 شغال على البورت كام؟ شغال على البورت 80. انا عرفت منين؟ عشان هو هنا عرفت من حاجتين، انا هنا قلت له هات لي الحاجات اللي على البورت 80 بس، وهنا تاني قايل لي ايه؟ قايل لي ان هو شغال على الاتش تي تي بي. طيب انا المعلومات هتتبعت لي على الاتش تي تي بي، فبالتالي لو انا هنا جيت قلت له سودو نت كات داش ان، ان يعني ايه؟ يعني اعمل لي اتصال كامل. ال يعني لسن، يعني اعمل لي ايه؟ طبعا النت كات هناخدها بالتفصيل، ولكن انا بقول دلوقتي عشان الناس تكون فاهمه. يعني ال يعني لسن، يعني اعمل لي كده هوت ايه، اي ريكوست مثلا يجي اعمل لي لسن عليه، يعني هاتهولي، يعني انا مش عارف اوضح اكتر من كده. لسن يعني هيسمع اي ريكوست، يعني هيستقبل اي ريكوست. في
فيربوس، فيربوس يعني ايه بقى؟ احنا خدناها في ادوات كتير. فيربوس يعني اي حاجه هتحصل هيعرضها قدامك. بي يعني تحدد البورت، واقول له مثلا بورت 80 اللي احنا نسمع عليه، هقول لك ايه البورت اوريدي ان يوز، يعني البورت فعلا مستخدم وهو فعلا كده مش خطأ، هو مستخدم فوقه. يبقى الحل ايه؟ الحل دلوقتي ان انا اوقف ده. اوقفه ازاي؟ هقول له نوت، اما لو كان سيرفيس زي اباتشي 2 هقول له مثلا سودو سيرفيس اباتشي 2 ستوب، او ممكن ان انا اقول له كيل، كيل داش 9. كيل احنا خدناه في اوامر لينكس، وداش 9 يعني ايه؟ يعني فورسنج، يعني ايه؟ يعني هتقفله هتقفله ماشي. هاخد له مثلا 3 2 3 2 ده اللي هو اول واحد ده خالص، هاخده له مثلا واقول له سودو، واقول له كده ال اس، قصدي سودو ال اس اوف داش 80. هتلاقيه قتلك ده بس ماشي. فانت بقى ممكن ايه تفضل ماشي معاه واحده واحده، او بس يعني ده مش هيكون صح. ليه مش هيكون صح؟ لان دلوقتي انت عندك هنا ايه؟ عندك هنا اباتشي 2، والاباتشي 2 بالفعل اصلا سيرفيس قايمه. فعشان انت يعني تخلي السيرفر دي، تخلي السيرفيس دي مش شغاله، الحل مش ان انت تفضل تعمل كل كل كل. ممكن اصلا في او في يعني بعد ما تعمل كل هي هتفضل كده كده شغاله، فلما انت تعمل كل لسيرفيس هتعمل لك سيرفيس تانية، وتفضل في اللوب ده بقى، انت تعمل كل وهي تعمل يعني ريفايف ليه تاني. فالحل انت تعمل ايه؟ الحل انت تقوم انت جاي قايل سودو سيرفيس اباتشي 2 ستوب بس كده. وبعد كده لما تيجي عشان تعمل تاني ال اس اوف مش هتلاقي شغاله، وخلاص خلص الموضوع. طيب الخطوه اللي بعديها ايه؟ هقول له نت كات داش سودو نت كات داش ان ال في بي اللي احنا لسه شارحينها من شويه على البورت 80. كده بيلسن على البورت 80. يبقى احنا كده ايه؟ احنا كده خلصنا اول مهمه عندنا. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نروح على الموقع المصعب هنا. اقوم انا جاي فاتح له اول حاجه الموقع اللي احنا هنعمل عليه تيست، واخش له على الموقع ادمن باسورد. هخش له مثلا اول حاجه، بس خلي لنا نوت ايه حاجه حاجه لغايه ما نوصل للهاي. طيب تعالى مثلا لحاجه زي الستورد اكسس دي، قصدي الريفلكتد دي. لما انا هنا جيت وقلت له عادي اكني بفحص من اول وجديد خالص، لقيته طبعها فوق، طبعها فوق هنا، وطبعها تحت هنا. طب لو انا قلت له h1 hello dash h1 هلاقيها نفذ الكود هنا وطبعه لي فوق هنا. طب لو انا قلت له script alert alert 1 قمت انا جاي اقفل له السكريبت، هلاقي له طبعه لي، يعني هو كده بيشغل اكواد جافا سكريبت. طب تعالى بقى ان انا اقول له ايه؟ هقول له نوت سكريبت، او حتى ممكن اكتبها له في الـ يو ار ال على طول. وانا جاي اقول له نوت ايه؟ هاخد بس المنطقه اللي كتب فيها اللي انا عايزه. غير كده في مواقع تانية هتلاقي حاجات تانية مكتوبه، انت كل اللي ليك دعوه بيه اللي انت كاتبه. الطبعه فين؟ الطبعه مثلا لغايه علامه الهاش دي او علامه الشارب دي، تعمل ايه انت؟ تقوم انت جاي كاتبها له هنا. بس هكتب له انا ايه بقى؟ سكريبت، سكريبت جافا سكريبت عاديه. وما انا جاي قايل له داش سكريبت، اعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ هو ما انا جاي قايل له نيو ايمج، ده في الجافا سكريبت بحيث ان انت بتقول انا هجيب ايمج جديده، يعني انا هستورد ايمج دوت سورس. السورس بتاع الايمج ده سوري الاس ار سي، السورس بتاع الايمج ده هيكون ايه؟ هيكون الادرس اللي انا هديهولك ده هو ايه؟ اتش تي تي بي. فاكرين انا عشان كده كنت بقول لك اتش تي تي بي ليه؟ لان هنا هو دلوقتي النت كات بيلسن على البورت 80، وانا هفترض ان هو ده السيرفر بتاعي. فانا دلوقتي مستني اي حاجه تجيلي على البورت 80. البورت 80 هو البورت بتاع الايه؟ بتاع الاتش تي تي بي. هقول له ايه؟ 192.1 او الادرس بقى بتاع السيرفر بتاعي. انا مثلا السيرفر بتاعي على النت مثلا هيبقى 188 مش عارف ايه، انا هلسن على الادرس، يعني قصدي انا يعني هقول له ان السورس بتاع الصوره ده هي الادرس بتاعنا 168.3.1.6.2 تمام.
هقول له ايه بقى؟ ان انا عندي صفحه، انا الصفحه دي مش عندي، ودوت اصلا والسيرفر ده اصلا معلوش اي حاجه، لكن انا هقول له مثلا عشان برضو اتاكد، هقول له ان الصفحه بتاعتي اسمها جي 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 مثلا دوت بي اتش بي، ما هو اصل هي اصلا مش موجوده، انا كل غرض من الموضوع ده اللي انت تشوفه دلوقتي. وهحط له علامه الاستفهام. علامه الاستفهام يعني ايه؟ يعني في بارامتر في البي اتش بي ده، وعلشان تتاكد اكتر ان حتى لما انا اجي احط البارامتر يعني زي اللي هو بيكون مثلا زي اي دي بيساوي، مش هحط مثلا اي دي، هحط له كيو كيو مثلا بيساوي. انا عايزك تتاكد بس ان الموضوع وما فيه ان انا عايزه يجيب لي الكوكي بتاع المستخدم. فلو انا هنا قلت له زائد زائد دي يعني ايه؟ يعني بقول له كونكاتينيت. يعني ايه؟ يعني ان الكيو كيو ده بيساوي ايه؟ الدوكيومنت دوكيومنت دوت كوكي. وما انا جاي حاطط له هو اخر حاجه السيم عفوا السيمي كولون. انا كده بمجرد ما اخد دلوقتي الرابط ده وابعته لاي شخص، ايه اللي هيحصل؟ الدوكيومنت دوت كوكي هيتجاب. هو دلوقتي هيعمل ايه؟ هيقوم جاي عامل اكنه بيستورد صوره، هيقوم جاي رايح عامل ايه؟ عامل ريكويست للسيرفر ده، وكمان فوق الريكويست هيقوم جاي ايه؟ في الريكوست بتاعه هيحط الدوكيومنت دوت كوكي بتاعت مين؟ بتاعت الشخص اللي هيبعت له الرابط. فاقوم انا جاي قايل له مثلا كده كنترول سي كده كنترول في، واقول له وديني هناك. ماشي. المفروض دلوقتي لما افتح هنا الاقيها جت، بس هي ما جاتش. ثانيه نجرب تاني. ثواني. طيب احطها له هنا الاول، فعلا ده صح، احطها له الاول في النيم او في البارامتر المصاب، واقول له روح هناك. ايوه كده بقى، بمجرد ما انا افتح هنا هلاقي ايه؟ هلاقيها جت. طيب انا كده طبقتها على نفسي. ازاي اطبقها على حد بقى؟ بكل بساطه، هو تقوم انت جاي عامل له نسخ او قص، وتقوم انت جاي مديها للشخص التاني. حتى دلوقتي انا هفتح لسن تاني، و فلنفرض دلوقتي انا اديتها للشخص، والشخص دخل على الرابط ده، انا اديتهوله ودخل عليه. شوف بمجرد ما يخش عليه اللي هيحصل، هتجيلي الكوكي الخاصه بيه. حلو. طبعا باليوزر ايجنت بقى كل حاجه. ولو انت ملاحظ ايه هنا؟ جالي ايه؟ جالي ريكويست. فبالتالي لما جالي ريكويست جات لي جواه الحاجات زي مثلا زي ايه؟ زي هو جاي لي منين، زي اليوزر ايجنت بتاعه. يعني ايه اليوزر ايجنت؟ يوزر ايجنت معناها تقدر تقول كده معلومات على المتصفح والجهاز الى اخره. جاب لي مثلا طبعا دوت انا اللي حاطه ده ما بيكونش موجود اصلا في الريكوست، انا اللي حاطه اللي هو الايه، اللي هو البي اتش بي سيشن اي دي اللي هو الكوكي يعني. ماشي. جايب لي ايه؟ جايب لي اليوزر ايجنت بتاعه. ماشي. فادي ده كده نوع من انواع الاكسبلويت. تمام. طيب ايه تاني ممكن اشوفه من نوع انواع الاكسبلويت؟ في نوع تاني من انواع الاكسبلويت مثلا ممكن اوريه لك حتى دلوقتي. فين سكريبت اندكس ده؟ النوع اللي احنا هناخده في الحلقه الجايه عشان الحلقه ما تطولش. النوع ده هوت مش بس بيجيب لك الكوكي، بيجيب لك الاي بي، وهو جه منين، اللي هو الريفيرر بتاعه والسيرفر نيم والكلام دوت كله. بس الفرق بقى ان النوع ده مش محتاج يكون عندك سيرفر. ليه؟ لان اصل في اغلب الاحيان، طبعا اقصد على سيرفر انت تتحكم بيه بقى وتيرمينال والكلام ده كله، لان في اغلب الاوقات ان بيكون السيرفر ده اصلا مدفوع. فانت كشخص مثلا يعني انت اصلا كل غرضك من الموضوع مثلا ان انت وايت هات بنتريشن تيستر، فانت كل اللي عايزه من الموضوع اصلا ان انت تديله بروف اوف كونسبت. فهل هتشتري مثلا سيرفر مخصوص وتقوم انت جاي دافع له اشتراك مثلا سنوي او شهري او على حسب بقى السيرفر ده الى اخره؟ لا، انا هيكون كل غرضي حاجه واحده بس. ايه هي؟ اني انا اجيب له بروف اوف كونسبت. فالنوع ده هو من انواع الاكسبلويت. انا هعمل بيه ايه؟ هقوم انا جاي داخل له على الفايرفوكس، ومن الفايرفوكس ماشي، او يعني من المتصفح بقى يعني عامه ماشي، اروح على موقع استضافه مجانيه زي 000 ويب هوست مثلا. ماشي. ده موقع استضافه مجاني، هو انا جاي رافع السكريبت ده عليه اللي هو بتاعي انا، واخد الرابط بتاع السكريبت اللي هو ده، واحطه في ملف اسمه ايه؟ اسمه ستيل دوت جي اس. ازاي؟ انا هحطه لك هنا. انت بعد ما تكتب السكريبت، او انا بمعنى اصح انا هديك انا السكريبت يعني، هتقوم انت جاي عامل ايه؟ هتقوم انت جاي حاطط ده هيكون اسم الصفحه، والكوكي دوكيومنت دوت كوكي تقريبا نفس الفكره اللي احنا عملناها. الفرق ان ده هيكون سكريبت حقيقي، وان ده هيكون رابط الاستضافه بتاعتك مش الاي بي.
ده هيكون كل الفرق، بس ان ده هيكون حقيقي وهيدينا مميزات اكتر زي ما هنشوف في الحلقة الجاية. ماشي، وده طبعا احنا لسه واخدين عارفين يعني ايه، وان ده هيكون دومين حقيقي. ده الفرق، انه اكسبلويت بيكون افضل. الاكسبلويت اللي ما فيش حاجه اسمها اكسبلويت افضل، لكن انا بفضل ده عشان ده بيديني معلومات اكتر عن ال يعني، او بيديك معلومات اكتر وبيديك تنظيم اكتر زي ما هنشوف. وفي نفس الوقت ده بروف اوف كونسبت اقوى، ان هو عمل ريكويست لموقع خارجي وخد منها او خد من الجهاز بتاع الضحيه الكوكي الخاصه بيه. اشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم.